بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم إن شاء الله حنبدو في تكملة الأسئلة الاستشهادية. وصلنا لعند سؤال 101، تو نبدو في سؤال 102. نجوز سؤال 102، شين قال لي؟ إذا كان احتمال الـ A بشرط الـ B.6، عندنا احتمال الـ A بشرط الـ B تساوي 0.6، وعندنا احتمال البي شرطه او البي داش يساوي 0.82. شنو يبي مني؟ يبي مني احتمال الاي تقاطع البي. اول شيء نبي نعدي نجيبه نحن شنو احتمال البي. اذا احتمال البي شنو يساوي؟ 1 ناقص احتمال البي داش، اذا يساوي 1 ناقص 0.82، يطلع يساوي فيها كم؟ 0.18. طلعنا احتمال البي. دائما لما يقعد عندي احتمال شرطي نستفيد منه. كيف نستفيد منه؟ نقول بما ان احتمال الـ A بشرط الـ B شنو يساوي؟ احتمال الـ A تقاطع الـ B على احتمال الـ B. تمام، هذا احتمال الشرطي عندي. كم الاحتمال الشرطي؟ 1.6. التقاطع الـ B على احتمال الـ A 0.18، طرفين في وسطين. اذا احتمال الـ A تقاطع الـ B يساوي 0.6 في 0.18. كم يطلع الناتج؟ 0.108، اللي هو هذا الحل بتاعي 0.108. طرفين في وسطين، 0.18 في 0.6 يطلع 0.108. نجوز سؤال 103. سؤال 103 شنو قال لي؟ الإحصاء هي مقياس إحصائي تحسب قيمته منين؟ الإحصاء شورمان شور العينة، بينما المعلمة شورمان شور المجتمع. إذا الإحصاء تحسب قيمته منين؟ من العينة. نشوف سؤال 104. سؤال 104 شن قال لي؟ قال لي إذا كانت القيمة الحرجة زد، قيمة الحرجة معنا باب سادس، باب سادس معنا ضروري نرسم. تمام، رسمنا. القيمة الحرجة هي جدولية 1.64، وإحصائية الاختبار زد تساوي 1، واختبار ذات طرف أيسر، طرف أيسر يعني هل؟ معناه القيمة الحرجة بالسالب 1.64. تمام، هذه منطقة شنو؟ هذه منطقة رفض، وهذه كلها منطقة شنو؟ هذه كلها منطقة قبول. هو شنو عندك؟ قال لك من طرف 1 أيسر، يعني ميو أصغر من ميو 0. باهي، لما تقع من طرف الايسر ميو اصغر من ميو زيرو، معناها منطقه الرفض تقع في الجهه اليسرى. معناها انا شو قال لي؟ انا فان القرار الاحصائي. تمام، هنا نجوز سالب 1.64. المحسوبه كم طلعت؟ 1. باهي، الواحد وين يقع؟ الواحد يقع هنا. هذه منطقه شنو؟ منطقه القبول. اذا لما نقول منطقه القبول معناها نقبل من؟ اتش زيرو. نقبل من؟ اتش زيرو. اتش زيرو هو من؟ فرض العدم. اذا الخيار رقم 1000. نعود، بما ان قال لي اختبار ذو طرف ايسر، معناها هنا قيمه جدوليه نحطها بالسالب. نجي للمحسوبه، المحسوبه تقع بعد ولا قبل؟ لا قبل، قبول، معناها هنا تقع المحسوبه لان واحد قيمتها. بما ان المحسوبه وقعت في منطقه قبول، اذا قبول من؟ فرض العدم. قبول من؟ فرض العدم. نجوز سؤال 105. سؤال 105 شنو قال لي؟ قال لي نحن نستخدم في اسلوب المعاينه مثال اسلوب الحصر الشامل. قال لك من اسباب استخدام المعينات احيانا تكون بيانات المجتمع كامله. لما نكون بيانات المجتمع متجانسه معناها اسلوب الحصر اسلوب المعاينه افضل من اسلوب الحصر الشامل. لما تكون غير منتهيه معناها اسلوب المعاينه افضل من اسلوب الحصر الشامل. لما تكون معرضه للفناء معناها اسلوب المعاينه افضل من اسلوب الحصر الشامل. كل ما سبق صحيح؟ صح، كل ما سبق صحيح. نحن قلنا في اسباب تخليني اني انا نستخدم اسلوب المعاينه عن اسلوب الحصر الشامل. شنو هن الاسباب؟ لما يكون المجتمع متجانس، لما يكون المجتمع غير منتهي، لما تكون المجتمع الاحصائي متعرض للفناء، او كل ما ذكر صحيح هي الاجابه. نجو رقم 106. 106 شنو قال؟ رسم فنان تشكيلي 8 لوحات فنية، فإن عدد طرق اختيار 5 من المشاركة في معرض. فنان تشكيلي رسام رسم 8 لوحات، لوحات فنية، يبي يختار منهم 5. هنا قال لي الاختيار بالترتيب، قال لي اختار واحد ورا واحد. لا، معناها هذا شنو؟ توفيق. معناها نحن عندنا الـ N
بثمانية، الار بكم؟ بخمسة. الان بثمانية والار بخمسة، معنا نقوله ثمانية توفيق الخمسة، تطلع يساوي فيها كم؟ 56. هذا راح نديره شنو؟ بالآلة. وقيمة نديره 8 شفت علامة القسمة 5 تساوي 56. نشوف سؤال 107. سؤال 107 شين قال 107؟ ارتكاب الخطأ من النوع الأول هو أمتى أو تعريف الخطأ من النوع الأول؟ الخطأ من النوع الأول شن قلنا عليه؟ الخطأ من النوع الأول شن قلنا عليه؟ 56. طبعا هذه إجابة استفهام. الخطأ من النوع الأول، الخطأ من النوع الأول هو شنو؟ هو رفض فرض العدم H0 عندما تكون صحيحة. هو رفض فرض العدم H0 عندما تكون شنو؟ عندما تكون صحيحة. إذن رفض فرض العدم وهي صحيح، هذا هو الخطأ من النوع الأول اللي هو الخيار رقم شنو؟ خيار رقم ب. نجو سؤال 108. سؤال 108 شن قال لي؟ إذا كان المتغير العشوائي يتبع توزيع ذات الحدين، عندنا الميو تساوي 10 والسيجما تربيع تساوي 6، شن يبي مني؟ يبي مني بي. باهي تمام. نحن بما ان الميوش تساوي في ذي الحدين ان في البي، السيجما تربيع في ذي الحدين شو تساوي؟ ان في البي في الكيو. هذه كم عطاها لي؟ هذا من هذا؟ هذا ميو. اذا السيجما تربيع تساوي ميو كيو. هذا كم عطاها لي؟ 6. والميو كم عطاها لي؟ 10 كيو. انا نبي كيو، معناها كيو شو تساوي؟ 6 على 10 اللي هي كم؟ 0.6. أنا ما نبيش كيو، نبي ما نبي بي. بي تساوي 1 ناقص كيو. بي تساوي 1 ناقص 0.6 تساوي فيها كم؟ 0.4. إذا الإجابة 0.4 اللي هي الإجابة رقم ب. الإجابة ب. نجو سؤال 109. سؤال 109. شن قال لي 109؟ إذا كانت دالة كثافة احتمال للمتغير المتصل إكس كما يلي، عندنا شن يبي مني؟ يبي مني بي إكس أكبر من 1. ركزوا معي شوية، حدود التكامل بتاعتي من 0 ل 2. أنا قال لي هنا إكس أكبر من 1، معناها حدود التكامل بتاعتي شبي قاعدة من 1 ل 2، لأن هنا العلامة تساوي ما تأثرش، معناها يقولوا تساوي تكامل من 1 ل 2 اكس على 2 دي اكس، اكس على 2 دي اكس. نشوف كاملو هنقعدوا نقولوا تكامل هنقولوا تكامل بعدين نحط الكسر اللي هو الفا قوس طلع لي الاكس، نجي نقطة نحط 2، نجي لحدود التكامل فوق نحط 2 جديد تكامل، نجي للكسر نحط اكس اللي هي الفا اكس لوطا نحط 2، بعدين نجي لحدود التكامل فوق 2 ولوطا 1 ويساوي 0.75 اللي هي تساوي كم؟ 3 على 4 اللي هو الخيار رقم كم؟ رقم د. هذا اللي هو 109. نجو 110. شن قال؟ الصيغة الرياضية للتوزيع الاحتمالي المتقطع. نحن عندنا اف اكس يساوي هنا ربع الاكس متاعي 0 و2، وهنا 2 على 4 الاكس متاعي 1، وهنا 0 خلاف ذلك او اذروايز. باهي خليك معايا. فان احتمال اول شيء هذه صيغه رياضيه، نعدي نحولها الى جدول توزيع احتمالي قبل، يعني نقول اكس ونقول اف اكس. الاكس عندي 0 و1 و2،
لما كانت الاكس بصفر كم قيمة الاحتمال؟ 1 على 4. لما كانت الاكس بواحد كم قيمة الاحتمال؟ 2 على 4. لما كانت الاكس باثنين كم قيمة الاحتمال؟ 1 على 4. تمام، شنو يبي مني هو؟ هذا توزيع احتمالي، يبي مني بي اكس اكبر من 2. عندنا اكبر من 2 نحن هنا ما عندناش معنى يساوي فيها كم؟ 0. ما عندناش معنى يساوي 0 اللي هي هذه الاجابه رقم كم؟ 1000. نجوز سؤال 111. قال لي مجتمع محدود حجمه ان كابيتال، وسطه الحسابي ميو، تباينه سيجما تربيع، سحبت منه كل العينات ذات الحجم النسمول مع الارجاع او بدون ارجاع، فان توزيع المعاينه. يبي العلاقه ما بين ميو وميو اكس بار. الميو قلنا هذه 111، الميو اكس بار تساوي ميو في حالتين، في حاله السحب مع الارجاع او بدون ارجاع. تمام، ميو اكس بار تساوي ميو دائما في حالتين، في حاله سحب مع الارجاع وفي حاله سحب بدون ارجاع. نجي سؤال 112. هو تقدير معلمه المجتمع المجهوله هو تقدير معلمه المجتمع باحصاء تحسب قيمتها من العينه بقيمه واحده. هو التقدير بشنو؟ هو تقدير بقيمه. تقدير بقيمة شو التعريف بتاعها؟ هو تقدير معلمة المجتمع المجهولة بقيمة واحدة تحسب من العينة المسحوبة من المجتمع. وقلنا الميو هات تساوي من اكس بار، معنى هذا التقدير بايش؟ تقدير بقيمة، اللي هو الإجابة رقم 1000. سؤال رقم 13. شن تعريف هي متغير عشوائي؟ يجب أن يكون توزيعه الاحتمالي معلوما عندما يكون فرض العدم صحيحا. هذا تعريف من؟ تعريف إحصائية الاختبار. ليش؟ لأن تعريف فرض العدم هو الفرض الذي يأمل الباحث الإحصائي أن يرفضه. فرض البديل هو الفرض الذي يقبل كبديل لفرض العدم عند رفض فرض العدم. أما إحصائية الاختبار هي شنو؟ هي متغير عشوائي يجب أن يكون توزيعه الاحتمالي معلوما عندما يكون فرض العدم صحيحا. هذه إجابة رقم جيم اللي هو سؤال 113. الإجابة رقم شنو؟ رقم جيم. نجو توا هنبدو في حل أسئلة المزاوجة. نجو حل أسئلة المزاوجة. تمام، هنا بنجو شوفوا عندنا A و B 114 أسئلة المزاوجة. تو نقولوا ثالثا أسئلة المزاوجة. هنا نحن عندنا A و B حدثان مستقلان فإدنا، هذا 114. لما يكون الحدثان مستقلان شرط الاستقلالية A تقاطع B شنو يساوي؟ احتمال A ضرب احتمال B. هذا شنو؟ شرط أن الحدثان كانهم مستقلان. معناها A تقاطع B شنو يساوي؟ A في البي، معناها هذه تاخذ شنو؟ هذه تاخذ دال. باه 115. اي وبي حدثان متنافيان، فان احتمال الاي اتحاد البي. لما يكون الاي اتحاد البي هنا يساوي احتمال اي زائد احتمال بي. امتى هذا؟ لما يكون حدثان متنافيان، اللي هو القانون القصير اي زائد بي، معناه هذا ياخذ شنو؟ هذا ياخذ ها. تمام، A و B حدثان غير مستقلان. حدثان غير مستقلان معناها احتمال الـ A بشرط الـ B ضرب احتمال الـ B. هذا أمتى؟ لما يكون الحدثان غير مستقلان، اللي هو هذا كم؟ 116. إذن A و B حدثان غير مستقلان التقاطع شو يساوي؟ هنا التقاطع يساوي احتمال A بشرط ال B ضرب احتمال B. هنا لأن حدثان غير مستقلان معناه هذا تختار من؟ تختار جيم. A و B حدثان غير متنافيان، يبي الاتحاد A اتحاد B. لما يكون الحدثان غير متنافيان، غير متنافيان الاتحاد شو يعطيني؟ قانون الطويل اللي هو احتمال A زائد احتمال B
ناقص احتمال A تقاطع البي. إذن هذه تأخذ من؟ تأخذ أنت. هذا الجدول الأول. نجول الجدول الثاني. 118 تمام. نجول الجدول التالي. ما زلنا في الأسئلة المزاوجة. تمام. معامل الثقة شو يساوي؟ اللي هو واحد ناقص ألفا. أنا هذا جيم. إحصائية الاختبار في حالة تباين مجتمع معلوم، الاختبار الفرضية لما يكون تباين مجتمع معلوم معناها إكس بار ناقص ميو سيجما على جذر إن اللي هو شنو هذا؟ باء. باء. القيمة الجدولية زد ألفا على 2 تحسب من الجدول التوزيع الطبيعي وتوقف على قيمة قيمة شنو؟ هنا قيمة ألفا. هنا قلنا تتوقف على قيمة شنو؟ قيمة هنا خليك معايا معامل الثقة اللي هو جيم. تمام. إحصائية الاختبار 119 اللي هي باء. توا القيمة الجدولية زد ألفا تحسب من جدول التوزيع الطبيعي وتوقف على قيمة ألفا. قيمة شنو؟ ألفا اللي هي تاخذ شنو هذه؟ تاخذ واو. هو ما يطلق عليه بالحد الأدنى لفترة الثقة. الحد الأدنى لفترة الثقة هو شنو؟ اكس بار زائد زد ألفا على 2 سيجما على جذر ان اللي هو تاخذ شنو؟ تاخذ ها. معامل الثقة واحد ناقص ألفا. إحصائية الاختبار هي زد اكس بار ناقص ميو سيجما على جذر ان. القيمة الجدولية زد ألفا تحسب من الجدول التوزيع الطبيعي تتوقف على قيمة ألفا اللي هي واو، وحد الأعلى اللي هو ها. نشوف اللي بعدها. تمام. نجو 122. إذا كانت واحد ناقص ألفا هي منطقة القبول فإن منطقة رفض شو تساوي؟ ألفا. يعني هذه تاخذ دال. توزيع الطبيعة المعيار اللي هو متوسط حسابي يساوي صفر وتباين يساوي واحد ألف. الانحراف المعياري هو جذر التربيع من؟ السيجما تربيع. المساحة على يسار وسط الحسابي للتوزيع الطبيعي المعياري تساوي كم؟ نص. ليش نص؟ لأن نحن عندنا المساحة كلها كم؟ هذه كلها كم؟ هذه كلها واحد، معنى نص على اليمين ونص على اليسار. اللي هي هذه نص اللي هي إجابة رقم كم؟ إجابة رقم ب. اللي بعدها. تمام. اللي بعدها انا الوسط الحسابي للعينه ورمزه الوسط الحسابي للعينه ورمزه من وسط حسابي العينه هو اكس بار على هذه واو. تباين توزيع المعاينه سيجما تربيع اكس بار للوسط الحسابي في حاله سحب مع عدم الارجاع وان كابيتال ان سمول على ان كابيتال اكبر من 0.05 اللي هو من ياخذ الف اللي هو في معامل تصحيح. تباين توزيع المعاينه وسط حساب الاكس بار شو القانون تاع شنو رمزها سيجما تربيع اكس بار اللي هي ها. متوسط توزيع المعاينه اللي هو ميو اكس بار اللي هو شنو د. هذين هن الاجابات. نجو مية وثلاثين. لتحويل المتغير العشوائي اكس الى زد لما انا بنحول من اكس الى زد شو القانون تاعي؟ اكس ناقص ميو على سيجما معناها هذه تاخذ باء. القيمة المتوقعة للمتغير العشوائي اكس للتوزيع الاحتمالي المتقطع اللي هو سميشن اكس في الاف اكس هذه القيمة المتوقعة سميشن اكس الاف اكس معناها هذه تاخذ جيم هو الميو. شرط دالة كثافة احتمال للمتغير العشوائي المتصل الشرط المتغير العشوائي المتصل الشرط متاعي ان ان السمي ان ال هنا شويه في واو هنا ما نتاش هنا ايوه الشرط متاعي ان الاف اكس اكبر من ايه؟ اكبر من صفر. يعني هنا نعاودوا هذه التحويل المتغير العشوائي اكس الى زد قلنا باء. القيمه المتوقعه اللي هي سميشن اكس في الاف اكس هي جيم. شرط ان الاف اكس اكبر من صفر اللي هي شنو؟ واو.
من شروط التوزيع الاحتمالي ان سميشن اف اكس يساوي كم؟ يساوي 1. سميشن اف اكس يساوي كم؟ 1. بعدنا نجوت هو اسئله النقط. شوف النقط شن عطاني. يوجد نوعان من التقدير، هما شنو؟ تقدير بقيمه وتقدير بنقطه. تزداد ثقتنا في حدود الاحتمال كلما اقتربت قيمة الاحتمال من 1، كلما زدنا كلما قربت من 1 قيمة الاحتمال نحن واثقين ان الاحتمال شنو؟ حيقع. 136 مسألة، تعال نحل المسألة مع بعض. شين قال؟ إذا علمت أن احتمال نجاح طالب، إذا علمت مش بمعنى احتمال شرطي أنا، إذا علمت بمعنى إذا كان. إذا علمت أن احتمال نجاح طالب في مادة الإحصاء هو 0.70، احتمال A تساوي 0.70، هذا نجاح في شنو؟ نجاح في الإحصاء. تمام. احتمال B نجاح الطالب في الرياضيات كم يساوي؟ 0.62. واحتمال نجاحه في إحدى المادتين، شو معنى إحدى المادتين؟ معنى احتمال الـ A اتحاد الـ B يساوي فيها كم؟ 0.89. هذا نجاحه في الإحصاء أو الرياضيات. شو يبي مني هو؟ يبي مني ما احتمال نجاحه في المادتين معا، معناها يبي مني التقاطع، إيه تقاطع B؟ هذه هي اللي معلش. خلاص أنا عندي اتحاد ويبي تقاطع من القانون الطويل، إذا الاحتمال الـ A اتحاد الـ B يساوي احتمال A زائد احتمال B ناقص احتمال A تقاطع B. الاتحاد عندي كم؟ 0.89. الـ A كم عندي؟ 0.70. الـ B كم عندي؟ 0.62. ناقص التقاطع نبيها. هذه شرطها شنو؟ سالبة، تمشي غادي موجبة، وهذه تدخل جوا بالسالب. إذا احتمال الـ A تقاطع الـ B تساوي 0.70 زائد 0.62 ناقص 0.89 يطلع الناتج 0.43، هذا الفرق. 137 المتغير العشوائي X الذي يمثل عدد الأوجه عند إلقاء مكعب نرد. أنا لما نرمي قطع، لما نرمي مكعب نرد مرة واحدة، هل المتغير اللي عندي منفصل ولا متصل؟ منفصل. ليش؟ لأني نقدر نحسب فراغ العينة، لأن المتغير العشوائي المنفصل هو شنو؟ هو المتغير الذي تكون فيه فراغ العينة كان محدود، إذا هنا منفصل. يكون الحدثان أي وبي نقر إذا كان ظهور أحدهما لا يؤثر ولا يتأثر بوقوع الآخر. حدثان شنو؟ مستقلان. إذا الحدثان مستقلان شنو هن؟ أن ظهور أحدهما لا يمنع ولا يتأثر ولا يؤثر بوقوع الحدث الآخر. 939 فرض العدم هو شنو؟ هو الفرض الذي يأمر الباحث أن يرفضه، أن يرفضه. الفرق بين المعلم والإحصاء، المعلم قيمة شنو قلنا؟ ثابتة، إحصاء قيمة متغيرة من عينة إلى أخرى. 141 القيمة المتوقعة، القيمة المتوقعة للمتغير العشوائي إكس هي تسمية أخرى لها، هو الوسط الحسابي. تمام. 142 شين قال لي؟ عند رمي مكعب نرد مرة واحدة فإن احتمال الحصول على عدد زوجي أولي. مكعب نرد مرة واحدة من عدد عناصر فراغ العين شي يساوي؟ 6 أس 1 يساوي فيها كم؟ 6. إذا أس يساوي 1 2 3 4 5 6. قال لي إيه نبي عدد زوجي أولي؟ إيه تساوي عدد زوجي أولي في الدنيا هذه كلها هو من؟ هو 2. أنا نبي احتمال الـ A، معنى احتمال الـ A تساوي 1/6، عدد عناصر الحدث على عدد عناصر فراغ العين. إجو 143 عدد الطرق التي يمكن بها أن يجلس بها معلم وتلميذين على 4 كراسي في صف، صف معنى إنفاكتوريا، بحيث يكون دائما معلم في المنتصف، هي 4 طرق. شنو هي 4 طرق؟ هي بالشكل هذا، هذه نقدر نحلوها بطريقة 143 نقدر نحلوها بطريقة بسيطة جدا. تمام. شين عندنا نحن تو؟ قال لك المعلم ديما في المنتصف، هذا طالب، هذا معلم،
هذا الطالب، هذا الكرسي، هذه طريقة. هذا طالب، هذا طالب، هذا معلم، هذا كرسي. المعلم أنا في المنتصف، هنا كرسي، هنا طالب، هنا معلم، وأنا طالب أخرى. معلم في النص، هذه الثالثة. الرابعة، هنا طالب، أو هنا طالب، هنا معلم، هنا كرسي، وهنا طالب آخر. في غيرها هذه أربع الطرق التي يمكن أن يجلس بها المعلم دائما فيش في المنتصف. نجو سؤال 144. معامل الالتواء في التوسيع الطبيعي شو يساوي؟ صفر. معامل العزم للتفرع شو يساوي؟ 3. إذا كان فرض البديل H1 ميو أصغر، أصغر من ميو زيرو، شو يسمى؟ اختبار من طرف واحد من الجهة اليسرى، أو اختبار من طرف واحد أيسر أو من الجهة اليسرى. نجو سؤال 46. الحدث المؤكد هو شنو؟ هو الحدث الذي يحتوي على جميع عناصر فراغ العينة، واحتمال يساوي كم؟ 1. يعبر عن توزيع الاحتمال المتقطع بالصيغة الرياضية. توزيع الاحتمال المتقطع، الصيغة الرياضية شو اسمها؟ دالة كتلة احتمال. بمتغير العشوائي المتصل، دالة الصيغة الرياضية بتاعها شو اسمها؟ دالة كثافة احتمال. إذا الصيغة الرياضية في المتغير العشوائي المتقطع يسمى شنو؟ توزيع احتمالي متقطع، دالة كتلة احتمال. الصيغة الرياضية في التوزيع الاحتمالي المتصل، دالة كثافة احتمال. تمام. 148. إذا كان المتغير العشوائي X يتبع التوزيع المستمر بمتوسط 2 وتباين 2، يبي BX تساوي 3. هنا واخدينا في الأسئلة، هنا متغير عشوائي شنو؟ مستمر. شنو معنى مستمر؟ متصل. العلامة هذه شنو؟ يساوي. بما أن علامة يساوي متصل معناها يساوي شنو؟ مباشرة صفر. معناها مباشرة شنو؟ صفر. 149. القيمة الحرجة هي شنو؟ هي القيمة التي تفصل بين منطقة القبول ومنطقة الرفض. 150. الحد الأدنى لفترة الثقة شنو يساوي؟ الحد الأدنى X بار ناقص Z ألفا على 2 سيجما على جذر N، أو نفس ما مكتوبة هنا جذر وتحط السيجما تربيع، أو هي هذه هي نفسها X بار ناقص Z ألفا على 2 جذر التربيعي سيجما تربيع على N. هذه هي، هذه نفس الشيء. وهكي نكون كملنا حل الأسئلة الاستشهادية لمادة الإحصاء. نتمنى للجميع التوفيق والنجاح والمزيد من النجاح والتوفيق والمزيد من المثابرة، وشكرا، وإن شاء الله يا رب تكونوا فهمتوا الأسئلة بكل تفاصيلها، وإن شاء الله يا رب ما نكون مقصرتش، والحمد لله، أستاذ من فضل الله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وشكرا.